يا صباح الخيرات عن جديد. كل سيدة أو ربة منزل أو حتى رجل ممكن تستحوذ فكرة الصابون وصناعته على اهتمامهم، وخاصة إذا كانت هالصناعة ضمن البيت. لحتى نعرف تفاصيل أكثر، معنا بالاستوديو الكيميائي إبراهيم البيطار، رح يعلمنا اليوم كيف ممكن نعيد صناعة صابون أو حتى مصنع صابون بالبيت. صباح الخير إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباح مصباح. يسلم إيديك يا مشلين، صارت الأدوات كلها أنا جاهزة. أنا تحت لو عم قل له ماسك المعلقة مبلش من خلص. هلأ يعني صنعنا خلص. الصابون بما أنه مسكنا المعلقة. يسعد صباحك إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، الله يسعدك. يعني من بعد ما شفت أنا كل هالمواد اللي بنحتاجها، يمكن أنه نستصعب فكرة صناعة صابون بالبيت، ولكن ممكن نعلم الطريقة الكيميائية، واللي بحس انه حابب يجرب ممكن يجرب. لا ابدا، بالعكس، لان في مواد اساسية بالصنع، في مواد اضافية فينا نضيفها. حلو، ممكن فينا نستغني عنها. طيب، هذا الشيء بيرجع. بداية شو بنحتاج لحتى نعمل صابون؟ اليوم حنعمل صابون سائل. صابون سائل شو بنحتاج؟ الاهم شيء واهم مادة بعملية صنع الصابون هي مادة التكسابون، هي المادة الاساسية في التنظيف واللي بتعطينا الرغوة. تكسابون اسمها، تكسابون تجي بقوام الجيل مثل ما شايفين القوامة. اوكي تمام. هي اصعب مادة بالذوبان بالمي، مشان هيك انا جبت حل قبل بالمي. حلينا التكسابون بالمي. في معايير معينة؟ هلا نحن اليوم مثلا رح نساوي نصف كيلو، فأنا بدي للنصف كيلو بدي 75 جرام منها. 75 جرام تكسابون. 75 جرام تكسابون، ويكون عندي 350 جرام مي تقريبا. مي مقطرة أو مي عادية؟ هلا هو يفضل يكون مي مقطرة أو مفلترة، ولكن إذا ما لقينا هالمي ففيني استخدم مي الشرب، ولكن رح ضيف لها مادة عشان أقلل من عسارتها، رح ضيف مادة اسمها EDTA. EDTA هي بتجي بشكل البودرة، ما بعزم بينها. هي البودره هي بتقلل لي من القساوه تبع المي. تمام، متمثله بشوارد الكالسيوم الموجوده. تمام، نحن بنقصد قساوه المي انه المي كلسيه، فنحن ما بدنا اياها تكون. طيب، الكلس بياثر لي على الرغوه، بقلل لي من الرغوه كثير. حلو كثير. جبنا اول ماده حليناها بالمي، الخطوه الثانيه. تمام، هلا هي اول ماده انا هون حالي المي رح كملهم هون. لازم ننتبه انه هاي الماده بتطول كثير لتذوب بالمي، فمشان هيك انا لازم يا اما انعاء قبل 24 ساعه بالمي. أوكي. مع التحريك المستمر بين كل فتره وثانيه حتى تذوب، لانه هي مثل ما حكينا هي اصعب ماده بالذوبان. يا اما بحطها بحمام مائي ممكن ولا لا؟ حمام مائي ما راح يساعد كثير، هو اللي بيساعد كثير هو عمليه التحريك، كما كان التحريك اكثر، ولكن اذا حركت بشكل كثير سريع راح يطلع عندي كثير رغوه. الماده اللي بعدها، هلا الماده اللي بعدها منها عندي ماده اسمها كمبرلان، هي عباره عن ماده فعاله كمان لا شارديه، هي وظيفتها منه بتكتر لي الرغوه، وشغله الثانيه وهي بتثبت لي الرغوه ضمن الصابون يعني. اوكي، هاي الماده الثانيه قديش مقدارها؟ هاي راح اضيف منها تقريبا 10 جرامات، ما يعادل يعني تقريبا 2%. تحتاج المعلقه بالوقت اللي بدك اياه. تمام، هلا بين كل اضافه واضافه يعني لازم حرك حتى أوكي. اضمن انه تجانست المواد. راح اخذ انا الماده الثالثه هي البيتاين. بيتاين تمام، هي ماده معززات رغوه. اوكي. بتعطيني رغوه كثير وفيره، وبنفس الوقت بتساعد لي على رفع القوام تبع المزيج يعني. شو رايك ساعدك ضيفها انا هلا ولا لسه بكير؟ نضيفها ما بيأثر. رح نضيف قد ايه رح نضيف؟ 20 جرام. يعني كلها ولا شو؟ كلها تقريبا. يلا حتى هنشوف البيتاين، هاي المادة الثالثة اليوم معنا، بنضيف بالتدريج لنضمن امتزاج المكونات. تمام، أهم عملية بالتصنيع هو التحريك، كما كان عندي التحريك أفضل رح تكون العملية أنسب. كنت عم قله لإبراهيم إنه أنا كنت حب مواد الكيمياء كتير، هاي المواد اللي بتعطيك منتجات هيك أحياناً غريبة عجيبة لما تمزجهم مع بعضها وبيطلع سحر، خاصة المواد اللي بتغير لونها. المشعرات معنا مشعر بي اتش، هلا حنشوف نحن القلويه تبع الصابون. تمام. طيب هذا الجليسرين سهل. الجليسرين ماده مطريه ومرطبه، لانه عشان تعطينا ملمس ناعم على الايدين وقت نستخدمه. اوكي، راح اضيف منه 5 جرامات ما يعادل 1%. تمام، نحن معنا دقيقه واحده، فما بعرف اذا بدنا نلحق بدقيقه. بدنا نلحق ولا شو؟ نلحق. يلا نسرع معناتها. هاي الجليسرين الطبي اللي تمام. بيسبب فيروس كورونا جفاف بالايادي بنتيجه كثره المعقمات طبعا. تمام، فنحن صرنا نضيف الجليسرين لنضمن اقلها انه صح عم نعقم ايدينا مطرية. بس نحن ما عم نفقد الرطوبه تبعهم. هلا هذا الفينوكسي، فينوكسي ايثانول او بارميتول، هي ماده حافظه، لانه المنتج تبعي ما يتخرب فرحتاج لماده حافظه ضيفه. اوكي حلو، ابراهيم جهزهم كلهم بالمقادير الصح. تمام، عشان ما يقول لي انه كثرنا وقللنا القصص. اوكي، ما عم ينزل بالمره. ممكن نفتحها هيك. هلا هاي المادة الأخيرة، هلا بنشوف شو هي. فينوكسيتانول. تمام، بعدين هلا هاي المادة اللي بعد منها اسمها مادة المقصب، هاي
اضافتها حسب الرغبه، هي اذا بضيفها بصير لونه لؤلؤي يعني بيعطيني اللمعه فيه مثل الشامبو، هذا بيعطي البيرلي اللميع شوي، اسمه مقصب او مصدف بيعطيني لون لؤلؤي مثل ما بنعرفه. هذا بنضاف اغلبيتهم للشامبويات وسائلات اليدين، بدنا نضيفه بدنا ما نضيفه، بدنا ما نضيف، شو رايك ما نضيفه اليوم؟ ما في مشكله. أوكي. ما نضيفه. طيب هلا حمض الليمون، ليش حمض الليمون؟ هلا نحن بعد ما ضفنا كل هالمواد وحركناه منيح لنقيس مثل ما حكينا درجه الحموضه تبعها، درجه البي اتش. يلا تمام. هلا نحن بهمنا انه بسائل الايدين لازم يكون البي اتش تقريبا 6 تقريبا حتى يكون يعطينا ملمس ناعم على الايد. تمام. نحن عندنا 14 درجه بالبي اتش. تمام. اذا صرنا بالسبعه هي معتدل، معتدل فوق السبعه صرنا قلوي، وتحت السبعه بكون تحت السبعه حمضي. صرنا حامضي. هلا نحن اذا قسنا رح يطلع تقريبا 7-8، هلا تقريبا عاطيني عند السبعه، هو لازم باين معكم لون عند السبعه. اوكي، فبدي اضيف له شويه حمض الليمون، يعني انا احنا بدنا اياه يصير 6 تقريبا، 6 6 او 5 ونص اقرب الى الحامضيه. حامضي شوي بسيط، بس نحن بنعرف انه الصابون قلوي مو الصابون الصلب بكون قلوي. أوكي. اما السائل بكون حامضي، لانه الملمس الحامضي هو البي اتش تبع البشره هو 5.5، فانا لازم يكون قريب على بي اتش البشره حتى احس. حلوه كثير هالمعلومات. تمام. فاذا كان الوسط حامضي اكثر فهو رح يجفف لي البشره. طيب أكثر. اخر خطوه رح نعملها شو هي؟ هلا في عندي هون العطر بدي اضيفه، في عندي الصبغه اذا حابب اضيف. هلا هي صبغه، صبغه خلينا نستغني عنها اليوم. هون عطر قصدي ضيف. يلا هذا ضيف. عطر بغض النظر عن الاسم التجاري، هلا ما اي رواق كل الكميه رح اضيف بس 5 جرامات شيء بسيط، نقاط نقاط من العطر بس. اوكي هذا بيعطي رائحه. اخر شيء مثل ما ملاحظين القوام لساته رخو، فانا عشان ارفع القوام راح اضيف هون مزيج، عندي مزيج ماء مع ملح، ملح صخري، مي وملح صخري عشان يرفع لي اللزوجه تبعي، عشان يرفع اللزوجه، فبضيف شوي شوي وبينفجر المزيج وبحري. طيب بقي خطوه ثانيه ولا نحن فينا هلا نكون عم نقول حصلنا على صابون سائل؟ هيك حصلنا على صابون سائل، مثل انا كم عم ضيف مي وملح مترتفع اللزوجه حتى اوصل القوام اللي بدي اياه. طيب. قوام السائل صابون السائل. هلا نحن وعلى المغسله برا مشاهدينا رح جرب الصابون السائل. بهالوقت بدنا نشكرك ابراهيم، يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لوجودك معنا.